صديق البشرة الثاني وهو الفيتامينات والمعادن المكملات الغذائية بشكل عام، لنهتم في فصل الشتاء وفيتامين سي، وهو معروف أنه يتواجد بالحمضيات، لكن لا نخفى علينا أن الفلفل الأخضر أو الفلفل بألوانه بالإضافة إلى الملفوف وهذا موسمه أن نكثر من تناوله وهو نيء ليس مطبوخ لحتى نحصل على قدر كبير جدا من فيتامين سي. فيتامين سي ليه مركز عن فيتامين سي سواء كان في الطعام أو سواء كان بالكريمات أن يحتوي على فيتامين سي، لأنه يدخل في كل دورة في تجديد الخلايا التي نحتاجها إلى مركبين أساسيين هما الكولاجين والإلاستين. فهذه دورة تجديد الخلايا نحتاج إلى الكولاجين وفيتامين سي، فهو يعتبر الصديق الأول للبشرة.